بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. معكم أستاذ مساعد دكتور فراس حسن، مرة أخرى في محاضرة فيديوية جديدة من سلسلة المحاضرات الفيديوية لكورس مادة هندسة المرور Traffic Engineering المعدة للإلقاء على طلبة المرحلة الثالثة قسم الهندسة المدنية. طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اليوم هي المحاضرة رقم 3، المعنونة دراسات السرعة المكانية Spot Speed Studies. احنا في المحاضرة السابقة تناولنا دراسات الحجوم المرورية، تناولنا بها بعض التعاريف عن أنواع الحجوم المرورية، لماذا نحتاج إلى قياس الحجوم المرورية، ما هي طرق قياس الحجوم المرورية، كيفية تمثيل الحجوم المرورية، وأخيرا كيفية تحويل الحجوم المرورية التي يتم الحصول عليها من حسابات قصيرة إلى AADT. أما اليوم إن شاء الله فراح تكون راح نتناول دراسة مهمة، دراسة مرورية مهمة جدا، ألا وهي دراسة السرعة المكانية Spot Speed Studies. في هذه الدراسة سوف نتناول المحاور الآتية: Definitions، بعض التعاريف الأساسية كما هو المعتاد، ومن ثم لماذا نحتاج إلى دراسات السرعة المكانية. ثلاثة، إذا أردنا إجراء دراسة سرعة Spot Speed Studies فوين راح يكون المكان، اللوكيشن والزمن والديوريشن، هذين العوامل شلون راح تكون. رابعا، أنواع السرعة. خامسا، طرق القياس. سادسا، كيفية تمثيل أو كيفية إيجاد السامبل سايز أو حجم العينة المناسب. وأخيرا، كيفية تمثيل وتحليل البيانات التي سيتم الحصول عليها من دراسات أو من مسح السرعة المكانية. فنبدأ بأول شيء بعض التعريف الأساسية. The speed of a vehicle is defined as the rate of motion of the vehicle, بمعنى آخر distance per unit time, usually expressed in miles per hour or kilometers per hour. يعني السرعة كمصطلح فيزيائي بحت هو عبارة عن the rate of motion of vehicle، معدل الحركة مال أي مركبة، فبالتالي هو المسافة راح تقطعها هذه المركبة على الزمن المستغرق أو المطلوب لقطع هذه المسافة. Travel time is the time taken to traverse a defined section of roadway. Traverse يعني اللي يقطع، الزمن اللازم اللي يعني يقطع traverse، يقطع جزء معين من الطريق أو مقطع معين من الطريق. Speed هي distance على time. Highway and traffic engineers perform spot speed studies to predict the distribution of vehicle speeds in the traffic stream. عادة مهندسي طرق المرور يجرون دراسات السرعة المكانية لغرض معرفة توزيع السرعة مال المركبات، كيفية توزيع هذه السرعة مال المركبات، راح يقيسوها من عينة المركبات، راح يقيسوها خلال المجرى المروري، طبعا for a specific road section، خلال جزء معين من الطريق. The speeds for a sizable sample of vehicles are recorded في عملية أو في خلال مسح السرعة، يتم قياس السرعة لعينة من المركبات. Speed characteristics identified by a spot speed study are only valid for the traffic, road and environmental conditions that exist at that time of the study. طبعا أنا من راح أجمع بيانات السرعة لعينة من المركبات، فت 50 60 أو 70 مركبة، هذه البيانات، هذه السرعة مالت المركبات، من راح أجي أحللها راح أطلع بنتائج. هاي النتائج يجب أن نأخذ بنظر تكون، يعني خلي في بالنا هاي النتائج تكون valid فقط للظروف التي تم جمعها فيها وللمقطع الطريق التي تم إجراء ذلك المسح، مسح السرعة فيه. اعتمادا على هالشيء هذا
اكو بعض اعتمادا على هاي المقدمة اكو بعض التعاريف اللي لازم نثبتها. Overall travel time زمن الرحلة الكلي من اسمه هو the total time of travel that includes stops and delays. وزمن الرحلة الكلي الزمن الكلي للرحلة شاملا التوقفات والتأخيرات. طبعا except those of the travel way عدد التأخيرات أو التوقفات التي تكون خارج الطريق. ما المقصود بتوقفات والتأخيرات؟ طبعا التوقفات والتأخيرات إما تكون نتيجة لازدحامات للترافيك كونجستشن لاختناقات المرورية أو تكون نتيجة العلامات أو وسائل السيطرة المرورية كعلامات التوقف أو الإشارات المرورية. Running time زمن السير the time the vehicle is actually in motion هو التايم اللي الزمن اللي تكون المركبة فيه في حالة حركة. While traversing a given section of highway while traversing خلال قطع هالي جزء معين من الطريق. اعتمادا على نوع الزمنين هذني راح اقدر احصل على راح يطلع عندي نوعين من السرعة باعتبار السرعة المسافة على الزمن فالمسافة ثابتة فمن يتغير الزمن راح تتغير السرعة تبعا للزمن. اذا الـ overall travel speed السرعة الكلية سرعة السفر الكلية وسرعة التنقل الكلية the speed over a specified section of highway هي السرعة على مقطع معين من الطريق that is the distance divided by the overall travel time يحصل تقسيم المسافة على الـ overall travel time يعني including the stops الزمن كل الرحلة including the stops with delays. The average speed زي أنا ده أكيد ما راح أستخرج يعني السرعة لمركبة واحدة راح أستخرج لعدد من المركبات عينة عندي sample. إذا المعدل الـ average مال سرعة المركبات راح يكون عبارة عن مجموع المسافات المسجلة على مجموع الأزمان المسجلة لتلك العينة من المركبات. إذا في مقابل الـ overall travel speed باستخدام الـ overall travel time عندي سرعة راح تجي من استخدام فقط الـ running time فقط زمن الحركة. إذا الـ running speed هو the speed at which vehicles travel over a specified highway section يعني راح تكون حسب قسمة المسافة على زمن السير فقط الـ running time. It is the distance divided by the running time نفس الكلام إذا أطلع الأفرج مال الرننج سبيدز مال مجموع المركبات فراح يكون مجموع المسافات المقطوعة على مجموع أزمان السير المستغرقة لقطع تلك المسافات. مصطلح آخر Operating Speed السرعة التشغيلية. سرعة تشغيلية The speeds at which هي السرعة اللي عندها vehicles travel a specified highway section during free flow conditions هي سرعة المركبة أو سرعة المركبات اللي عندها يكون حالة الطريق تسمى بالfree flow conditions حالة الجريان free flow الجريان الحر يعني معناته الجريان unrestricted جريان غير مقيد معنى آخر الشارع ما بيزدحام مروري. عادة هاي وين تكون الحالة؟ تكون حالة في خارج أوقات الذروة بالأوف بيك لما يكون الحجوم المروري في الشارع لايت قليلة أو خفيفة بحيث أنه السائق يقدر حر في اختيار السرعة اللي يمشي بها free flow conditions. The 85th percentile speed السرعة 85ية اللي بعدين راح نجي نعرفها ونعرف شلون نحسبها is the common measure of the operating speed عادة أحد أنواع أو الأمثلة على السرعة التشغيلية هي الـ 85th percentile speed هاي بعدين راح نجي نعرف شنو هاي الـ 85th percentile speed. نوع آخر من السرعة سرعة المركبات هي الـ design speed السرعة التصميمية هذه من اسمها واضح design speed هي تلك السرعة التي تستخدم في تصميم الطريق أو الـ components المركبات أو الأجزاء الفيزيائية مات الطريق
the speed used in the design of highway physical features. يعني إذا أعطيت كأمثلة، إذا نتذكر إحنا في محاضرات سابقة على سبيل المثال كيفية إيجاد نصف القطر مات الـ 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 الأجزاء المنحنية من الطريق curves horizontal curves. أيضا راح ناخذ في 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 درس هندسة الطرق في السنة القادمة إن شاء الله راح تاخذون كيفية تصميم الـ vertical curves سواء كان جسر أو نفق، فأيضا راح تدخل السرعة في هذا الموضوع. فالسرعة التصميمية هي السرعة التي تدخل في تصميم أجزاء الطريق لا سيما المنحنيات الأفقية والمنحنيات الرئيسية أو الشاخولية في الطرق. ديزاين سبيد تعتمد على عدة عوامل، منها ديزاين سبيد depends on the anticipated operating speed. ديزاين سبيد من أي اختارها؟ أكو هناك عدة عوامل تدخل في الاختيار. أولا ما هي سرعة التشغيل المتوقعة، سرعة المركبات المتوقعة اشقد، ما هو الـ functional classification of highway تصنيف مال الطريق، احنا تكلمنا سابقا انه احد عوامل اللي يعتمد عليها تصنيف الطريق، طبعا التصنيف الوظيفي من ناحية انه freeway, arterial, local او collector يعتمد على السرعة التصميمية. الشيء الاخر طبوغرافية الطريق ايضا لها اثر في تحديد السرعة التصميمية الـ design speed. واخيرا طبيعه الاستخدام الاراضي اللي حوالين او في منطقه الطريق ايضا تاثر، لا سيما من ناحيه كونها مثل رورال او اربن. تيبل واحد يعطيني بعض ال recommended values القيم الموصى بها حول الديزاين سبيد اعتمادا على نوع الطريق type of highway سواء كان freeway arterial collector او local، ايضا اعتمادا على الترين لكل نوع من الطريق 3 types of terrains الطبوغرافيه مالت المنطقه سواء كانت level مستويه او rolling او mountains تموجي او جبليه، يقصد بها انه يكون الطريق بميل طولي. ومن ثم ايضا ايضا المعامل الثالث انه يعطيني هل المنطقه مالتي هي رورال ام اربن، هل المنطقه اللي بيها الشارع على الطريق مالتي هل هي منطقه خلويه يعني منطقه نائيه او منطقه ذات طبيعه حضريه. فاعتمادا على هذا ويقترح لي، طبعا هنا عندي يقترح لي السرعه مره، يعني فرضا اذا فري واي والشارع مات ليفل في الرورال فيقترح انه السرعة 70 ميل بير اور او بوحدات المترك 110 كيلومتر، اذا منطقة رورال اما اذا منطقة اربن فيقول مينيموم لازم تكون السرعة 50 ميل بير اور معنى اخر 80. لو لاحظ الشيء اللي واحد ممكن يلاحظه بصورة عامة انه كل ما درجنا بنوع الطريق من اعلى رتبه من الفري واي الى الارتيريال الى اللوكال انه السرعه التصميميه راح تقل. ايضا الاحظ انه الترين الطبوغرافيه الطريق لها تاثير على السرعه التصميميه، فكلما زادت وعوره المنطقه بمعنى اخر انه كل ما كان الطريق ذات ميل طولي longitudinal grade or slope عالي فراح تقل عاده السرعه التصميميه، فالانتقال يكون من ليفل الى رولينج الى ماونتنس. كذلك هناك اكو فرق بين السرعه التصميميه في مناطق الرورال عن السرعه التصميميه في المناطق الحضريه. النوع التعريف السابع اللي هو ايضا يتناول نوع من انواع السرعة اللي هو posted speed limit. The maximum lawful vehicle speed for a specific location. Posted speed limit هو معنى آخر إيش قد الحد الأقصى للسرعة المسموح بها مسموح للسير بها على طريق معين. Posted يعني هاي اللي تكون على شكل تعلن على عمود على علامة علامة ترافيك على علامة مرورية لغرض تنظيم الحركة المرورية، فهذه تعتبر السرعة التنظيمية اللي هي أقصى سرعة مسموح بها للمسموح لقائدي العجلات للسواق أن يسيرون بها. عند تجاوز القائدي العجلات لهذه السرعة
سوف ينتهكون القانون وبالتالي ستعتبر مخالفة مرورية ويتعرضون للمحاسبة المرورية. The maximum lawful vehicle speed for a specific location. Posted speed limit or posted speed limits are usually set to approximate the 85th percentile speed of traffic that determined by recording the speeds of a sample of vehicles. شلون انا اعرف السبيد ليميت؟ راح نجي بعد قليل راح ناخذ حسابات كيف نحسب السبيد ليميت. احد الطرق المشهوره في حساب او تحديد السبيد ليميت لغرض تحديد اعلانها بالطرق هو هي نفسها السرعه ذات الترتيب ال 85th percentile speed، اي معنى اخر هاي السرعه اللي تكون 85% من سرعة بقية المركبات هي أقل من هذه السرعة. هاي السرعة هي اللي راح أعتبرها عادة تعتبر الحد الأعلى للسرعة أو المسموح بها مسموح للسير بها على الطريق. جيد، ما الغاية من دراسات السرعة المكانية Spot Speed Studies؟ Applications of spot speed data. The results of spot speed studies can be used for many different purposes. أنا ما راح أسوي دراسات سرعة مكانية، ما راح أطلع للحقل وأقوم بجمع عدد من سرع المركبات في مقطع معين من الطريق. فهاي السرعة راح بالتالي راح أحللها. نتائج التحليل راح تفيدني في عدد من الأمور في المتعلقة بتنظيم الجريان المروري أو السيطرة على الحركة المرورية. فهناك سبع أمور رئيسية تذكر عادة في المصادر لتتم فيها الاستفادة من نتائج دراسات السرعة المكانية. 1. Establishing parameters for traffic operation and control. الدراسات أو كيفية تشغيل المرور، عمليات تشغيل المرور أو برامج تشغيل المرور، برامج وآليات السيطرة المرورية، سيطرة على الحركة المرورية، هاي يحتاج بها بعض العوامل أو بعض المؤشرات. سرعة المركبة أو سرعة المركبات يعتبر مدخل رئيسي مهم يعطينا انطباع هام عن ما هي الإجراءات اللي لازم اتخذها لغرض تشغيل المرور بصورة آمنة، وهل هذه الإجراءات فعالة effective or not. من قبيل هذه الأمور هي speed zone. speed zone هي المناطق اللي تكون السرعة بها تخصص انه تحدد بها السرعة الحدود العليا للسرعة بصورة خاصة تختلف عن بقية الشبكة الطرق أو حتى عن بقية الطريق. أكو مناطق معينة بالطريق لا سيما المنحنيات الأفقية الهوريزونتال كيرفز أو الفيرتيكال كيرفز يعني الجسور أو الأنفاق، هذه مناطق خاصة تكون الحدود العليا للسرعة خاصة بها تختلف عن باقي الطريق، عادة تكون أقل من باقي الطريق. فهنا أحتاج إنه أعرف جد السرعة المركبات هي الفعلية أم أعرف جد أحدد السبيد زونز. أيضاً النو باسينج زونز، أكو مناطق على الطريق هذه أشرها إنه تكون نو باسينج، يعني أنا ممنوع الاجتياز لا سيما في الطرق اللي هي تو واي تو لين، الطرق اللي ذات ممرين فقط، فعمليات الاجتياز تكون خطرة باعتبار سيارة تريد تجتاز راح تضطر إنه تعب على المسلك المقابل ومن ثم ترجع لكي تجتاز المركبة اللي أمامها. فهنا بعض مناطق الطريق الحرجة أمنع بها الاجتياز لكي أحدد هذه المناطق اللي هي no passing zone، يعني مناطق اللي ما مسموح بها الاجتياز، أحتاج أعرف معدل سرعة المركبات في تلك المنطقة. وأخيرا طبعا من أنواع الترافيك operation and control، سيطرة تشغيل المرور، هي السبيد ليميت. انا عم احدد شلون احدد السرعه القصوى او حدود السرعه العليا القانونيه اللي بعدها تعتبر مخالفه مروريه اللي المركبه اللي تجتازها كما موضح بهاي الصوره.
في السبيد ليميت عم بعرفها لازم أنا أقيس سرعة المركبات معدل سرعة المركبات وبالتالي اعتمادا عليها أقدر أحدد السبيد ليميت كما تكلمنا قبل قليل عادة 85% أو 85th percentile speed هي اللي تعتبر speed limit عادة. اثنين evaluating the effectiveness of traffic control devices. أقدر أستفاد كثيرا من السرعة معدل السرعة في منطقة أو في مقطع ما من الطريق بتحديد فعالية الترافيك كنترول ديفايسز وسائل السيطرة المرورية باعتبار عديان وسائل السيطرة المرورية هدف من أهدافها الرئيسي هو تقليل سرعة المركبات. فكيف أقدر أنا أعرف أنه إذا كانت هذه العلامة العام المرورية أو هذه وسيلة من وسائل السيطرة المرورية هل حققت هذا الهدف المنشود أنه هل السائقين بدأوا يقللون سرعتهم أو لا؟ فأحتاج أن أسوي دراسة مع السرعة وقيس سرعة المركبات وأشوف أنه يسموها مرات before and after study، يعني أقيس سرعة المركبات في الوقت الحالي ومن ثم أجري تعديل أنصف علامة مرورية أو يقوم بأي برنامج مروري معين وأقيس السرعة بعد إنشاء هذه العلامة أو الإشارة وأشوف هل هناك فرق، هل صار تخفيض بالسرعة، هل نجحت هذا الإجراء سويته للترافيك كنترول ديفايسز، نجاح وسيلة السيطرة المرورية نجحت في عملها أو ما نجحت. ثلاثة monitoring the effectiveness of speed enforcement program، هذا تقريبا نفس الحكي اللي قبل شوية قلته. أيضا أنا أحتاج دائما أنه للسائقين المركبات أن يقللون سرعتهم، فقد أستخدم وسائل speed enforcement programs برامج لغرض فرض القانون speed enforcement، يعني فرض التخفيض السرعة by the law بالقانون. فمن ضمن الآليات اللي تعتبر speed enforcement programs هو استخدام درون speed radar، هو speed جهاز قياس السرعة speed radar محمول على طائرة بدون طيار تسمى الدرون كما واضح بالصورة هنا السفلى. هنا هاي منطقة، هنا هاي علامة مرورية توضح للسائقين انه هاي speed enforced by drones، انه هنا السرعة مراقبة او مفروضة باستخدام الدرونز. درونز هي اي طائرة، شوف هنا هذا الرسم طائرة بلا طيار تسمى درون. فعمود اقيس اني هل انه هذا الاسلوب مال فرض السرعة او فرض تخفيض السرعة ناجح لو مو ناجح، فاحتاج اخذ فد عينة اقيس فد عينة من سرعة المركبات واشوف فعلا انه نجحت هذه الآلية في تخفيض سرعة المركبات، في انه السائقين يسيرون بسرعة اقل من السابق او لا. اربعة determining whether complaints about speeding are valid، بعض الناس في مناطق معينة يقومون بعمل شكاوى وتقديمها للحكومة المحلية أو لوكالات الطرق المحلية، مهم لأي جهة حكومية ذات علاقة، بأنهم في منطقة مالتهم هناك الكثير من السائقين ممن يقومون بالسياقة بسرعة مفرطة، يعني بسرعة خطرة. فالجهة المستقبلة لهذه الشكاوى راح تحتاج انه عمود تثبت من صحة هذه الشكاوى فعلا، راح تحتاج تسوي دراسات سرعة مكانية. خامسا evaluating the adequacy of highway geometric characteristics، هاي ايضا ذكرنا هالشيء، هذا تطبيق مهم من تطبيقات السرعة هو تستخدم في تصميم الاجزاء الهندسية للطريق. احنا شفنا انه مثلا في محاضرات سابقة كيف استخدمنا سرعة المركبات الديزاين سبيد تحديدا في استخراج المينيمم راديوس نصف القطر اقل نصف قطر امن، اذا تذكر كان الار يساوي في سكوير على 127 اي زائد ناقص اف. كذلك استخدمنا الديزاين سبيد في ايجاد البريكنج ديستنس، بريكنج ديستنس هي راح تفيدني لاحقا في تصميم المنحنيات العمودية وايضا تفيدني في تصميم الانترسكشنز. فإذا السرعة، دراسات السرعة أو السرعة، بيانات السرعة المستحصلة من دراسات السرعة المكانية راح تفيدني كثيرا في تصميم الجيومتري كاركترستيكس مال الطرق.
على سبيل المثال هاي قلنا radii of horizontal curves انصاف اخطار المنحنيات الافقية واللength of vertical curves واطوال المنحنيات العمودية. سادسا evaluating the effect of speed on highway safety through the analysis of high accident locations. السرعة الأغلب الباحثين عشرات الدراسات تؤكد على أن السرعة من العوامل الرئيسية لحوادث الطرق. طبعا السرعة المفرطة من يكون عندي مناطق أبدي ألاحظ بها أنه يصير بها frequency تردد مع الحوادث عدد حوادث هواية بعض الأحيان تسمى black spots بقع السوداء بالطريق يعني سواء تكون بالتقاطعات أو أثناء الاستدارات منحنيات الأفقية. فأول شيء أسوي أنه أقيس معدل السرعة أجد معدل سرعة المركبات في ذاك المكان وقارنه مع السبيد ليميت وشوف هل هو متجاوز على السبيد ليميت لو لا، باعتبار أنه أكو احتمال كبير أنه يكون السبب في هذه الحوادث هي السرعة المفرطة لبعض السائقين. وأخيرا بيانات السرعة تفيدني في establishing speed trends to assess the effectiveness of national policy on speed limits and enforcement. أقدر أشوف مقدار التغير في السرعة على طريق معين خلال مجموعة من أشهر أو مجموعة من السنوات وأشوف إنه هل البرامج اللي تتبناها الحكومة المحلية أو البرامج الوطنية national السياسة الوطنية national policy مات الدولة من أجل اللي هدفها تخفيض السرعة هل ده تنجح عبر هذه السنوات أو ما لها تأثير سلبي أو إيجابي وهكذا. هذه حقيقة هي أهم الاستخدامات الرئيسية للبيانات المستحصلة من دراسات السرعة المكانية لسبوت سبيد. إذن الآن بعد ما عرفنا أنه السبوت سبيد دراسة مهمة جدا وتفيدني في كثير من القضايا المتعلقة بهندسة المرور، أين أجري دراسات السبوت سبيد وش وقت والتايم وش قد الفترة جمع المعلومات؟ In general بشكل عام الكلام the location الموقع والزمن and duration of spot speed study should be determined according to its objective and scope. انه اختيار الموقع يعني الموقع وين سواء كان في منتصف الطريق بالميد بلوك او الموقع قريب من التقاطع او الموقع ضمن الاستدارة او جزء المنحني من الطريق وكذلك الزمن صباحا او مساء في وقت الذروة او بالاوف بيك او في بالويك داي او بالويكند وكذلك الديوريشن جت فترة جمع المعلومات جمع السرعة 10 دقائق 30 دقيقة ساعة ساعتين. هذه كلها القرارات ما يمكن الإجابة عنها الا بعد ان اعرف ما هو الاوبجكتيف والسكوب من الاستدي ماتي يعني ما هو الهدف من اجراء هذه الدراسة والسكوب مدى اهمية هذه الدراسة هل هي لمقطع معين من طريق او لطريق بشكل كامل او لجزء من الشبكة مال الطرق مال مدينة او محافظة. اذا فيما يتعلق باللوكيشن اكو عندي ثلاث ملاحظات رئيسية. اولا locations that represent different traffic conditions on a highway are used for basic data collection. أنا إذا كان الهدف مالتي أجمع معلومات عامة فقط عن السرعة في شبكة الطرق مالتي فهنا locations that represent different traffic conditions لازم أختار مناطق بالشبكة أو بالطريق على الطريق مالتي تمثل مناطق مختلفة يعني مرة في الميد بلوك بين تقاطعين مرة قريبة من التقاطع مرة خلال جزء المنحني من الطريق وهكذا باعتبار أن أريد أجمع بيانات عامة basic data. ومرات لا أختار بالميد بلوك of urban highways and straight level section of rural highways شوكت إذا كان الهدف أنه أجمع بيانات عن الترند أناليسيز أريد أسوي speed trend analysis أريد أرسم
مقدار التغاير في سرعة المركبات خلال الزمن، خلال أشهر أو خلال سنوات، فأنا لازم أختار أماكن اللي بيها الحركة المركبات تكون قدر الإمكان حرة غير مقيدة. فهي أماكن أكيد ما تكون قريبة من التقاطعات، لما تكون بالميد بلوك بين التقاطعات، عمود المركبات قدر الإمكان تتحرك بصورة غير مقيدة. ثالثا بشكل عام يقول أي مكان any location may be used لإجراء السرعة المكانية ما دام إذا كانت الغرض من الدراسة هو لمعالجة مشكلة في ذلك الموقع. ملاحظة جدا مهمة، ملاحظة عملية. For obtaining unbiased speed data لأجل الحصول على بيانات unbiased غير منحازة، observers الأشخاص اللي راح يقومون بتسجيل سرعة المركبات observers and equipment والمعدات المستخدمة لغرض تسجيل سرعة المركبات should not be seen by the driver، لازم يكونوا ذولا قدر الإمكان غير ملاحظين، should not be seen ما ينشافون من قبل السواق. يعني طبعا هذا راح يؤدي انه السواق راح احتمال قسم من عندهم من جانب الفضول المعرفي راح يحاولون انه يخفضون سرعتهم عمود يشوفون شنو ليش هاي المعدات وليش هاي الاجهزه والاشخاص الموجودين، او قسم عدم راح يعرفون انه هنا دي يقيسون سرعه، خصوصا اذا جهه دي تقيس هاي السرعه هي ترافيك بوليس يعني جهه رسميه، فراح يعني سوف يقومون بتخفيض سرعتهم، وبالتالي البيانات راح اجمعها متمثل بيانات حقليه واقعيه. شو وقت بيا وقت من اليوم اجمع عن البيانات. If the purpose of the study is to establish posted speed limit، اذا الغرض من جمع البيانات السرعة المكانية اريد اني احدد ايش قد اعلى سرعة مسموح بها لي speed limit، او to observe speed trends او لاجل معرفة تغير العامل بالسرعة دي يصير بهذا الطريق، او لاجل جمع بيانات عامه بيسك داتا، فهذين كلهم يتطلبا انه انا اجمع البيانات في الاوف بيك لما يكون الجريان مالتي فري فلو كونديشنز. Then it is recommended to perform the study when traffic is under free flow condition، بمعنى اخر شو وقت بالاوف بيك عمود المركبات يسيرن بالسرعه اللي السائق هو يرتئيها، مو سرعة مالته مقيدة نتيجة ظروف خارجية عليه مثل الترافيك كونجستشن ازدحامات، او مثل علامات المرورية او الاشارات المرورية. اما ايش قد استمر اني اقيس، the duration of the speed study should be such that، يقول المدة بحيث تكون the minimum number of vehicle speeds required for statistical analysis is recorded، تقول المدة هي المدة اللازمة لجمع عينة مقبولة إحصائيا. إيش قد أنا أحتاج عن العينة، فأنا أحتاج إنه العينة ماتي 40 سيارة، فأظل أنا أقيس سرعة المركبات إلى أنا أحصل على 40، 30 30 100 100. عادة typically the duration is at least 1 hour على أقل ساعة، والسامبل سايز على أقل المينيموم 30 vehicles. types of spot speed measures، عندي نوعين من انواع السبوت سبيدز السرعة المكانية، طبعا تعتمد هذين النوعين يعتمد على طريقة القياس. الطريقة الاولى تسمى تايم مين سبيد TMS. تايم مين سبيد تعريفه the average او the arithmetic mean، المعدل الحسابي لسرعة كل المركبات اللي تمر خلال نقطة معينة من الطريق أو خلال مقطع من الطريق. أنا فرضاً أنا طلعت دا أسوي سيرفي مسح مال سبوت سبيد، فجمعت عينة مال 60 سرعة، فهذين السرعة مجموعهن على عدد هنين 60 يطلع لي تايم مين سبيد، فعبارة عن مجموع دي على تي المسافة على الزمن يعني السرعة على ان، يعني مجموع السرعة على ان. هاي الطريقة تايمين سبيد عادة أنا أحصلها من عندي الأسلوب اللي أجمع بيه السرعة هو باستخدام جهاز مال السرعة اللي يعطيني السرعة مباشرة، يعني
يعني اللي الآلية اللي إذا أجمع بها السرعة تعطيني السرعة مباشرة، مو تعطيني، مو أنا عندي مسافة وأقسم مسافة على الزمن بعدين أحصل السرعة. الأسلوب الآخر هو هذا السبيس مين سبيد، يعتمد على إنه سبيس مين سبيد اس ام اس، إنه هذا شنو، إنه أنا عندي مسافة من الطريق أحدده، مقطع معين من الطريق محدد النهاية مالته، بداية والنهاية مالته، طول عندي ثابت، فأقيس فقط الزمن اللازم اللي تستغرقه كل مركبة من تدخل لهذا المقطع إلى أن تطلع من عده، إيش قد الزمن، فأقسم المسافة على الزمن تطلع لي السرعة. بهالحالة هذه السرعة هذه راح يسموها سبيس مين سبيد، اللي راح تكون محسوبة بالمسافة على الزمن. فمن من الدوجد المعدل مالتهم the average speed of all vehicles occupying a given section of highway or lane over a specified time period. فالمعدل مال السرع مال العينة مالتي ايش راح تكون، هي المسافة على الزمن، المسافة ثابتة طول المقطع اللي دا اقيس بيه ثابت، من دا يختلف عندي، فقط الزمن اللي تحتاجه كل مركبة for traversing لكي تقطع هذا المقطع، فراح يكون المسافة على معدل الأزمنة مال المركبات summation t على n، هذا راح يطلع الناتج هو space mean speed. هذا عندي هنا مثال توضيحي، هذا هو المثال، الباقي حل، فقط هذا جزء من الجدول هو المثال. فش عندي هنا نقول example for the following spot speed data، هذه بيانات مال دراسة spot speed، compute SMS and TMS. بطيني الست البيانات مال الست مركبات فقط، هاي ست مركبات، المقطع مالتي طوله 1000 فوت يعني تقريبا 300 متر، ومطيني هنا كل مركبة ايش قد كان الزمن استغرقتها لقطع هذا المقطع اللي هو طوله 1000 فوت، فالاولى 18 ثانية 20 22 19 20 والاخيرة ايضا 20. فالمطلوب تي ام اس والاس ام اس. التي ام اس هو مجموع معدل السرعة، فاللي يحتاجه شنو، انه من كل مركبة راح تسوي عمود رابع، كل مركبة حاصل قسمة المسافة على الزمن ايش يطلع لي السرعة، هذني السرعة اطلع المعدل مالتهن اللي هو راح يكون هذا مجموعهن واقسمهن على 6 يطلع لي المعدل هو 50.6. اذا تايم ام اس تايم مين سبيد هو 50.6، هذا التايم مين سبيد. السبيس مين سبيد شلون اوجده؟ السبيس مين سبيد هو حاصل، لو شفنا القانون مالته، هو حاصل قسمة المسافة على معدل الأزمنة، المسافة عندي ألف، معدل مطيني الأزمنة هو هنا، هاي الأزمنة أوجد معدلها، هذا مجموعها أقسمه على 6 119 أقسمه على 6 119 تقسيم 6 يطلع 19.8، إذن أقسم ألف على 19.8 هذا هنا يطلع لي هو الأس أم أس اللي أريده، ألف حاصل قسمة ألف على 19.8 يطلع لي 50.4 اللي هي قريبة طبعا من التايم مين سبيد اللي كانت 50.6. الآن بعد الانتهاء من التمييز بين نوعي السرعة المكانية بين التايم مين سبيد والسبيس مين سبيد، نجي إلى نظرة عامة عن الطرق المستخدمة في قياس السرعة المكانية. أولاً methods for measuring time over a measured distance، الطرق أو مجموعة الطرق الأولى، المجموعة الأولى من الطرق اللي تعتمد على أنه أقيس الزمن اللي تحتاجه المركبة لأن تمر على مقطع معين من الطريق، هذا المقطع أنا أصلاً محددة سابقاً، محدد طوله فرضاً 50 متر 40 متر، محدد طوله ومعلم بدايته ومعلم نهايته مأشرهن، فأنا كل اللي أحتاجه أنه أقيس جد كل مركبة راح أختارها ضمن العينة مالتي جد تحتاج زمن عمود تمر خلال هذا المقطع اللي معلوم البداية والمعلم البداية ومعلم النهاية. زين، ذي طبعا هذه الطرق اللي أحتاج بها أقيس الزمن لمقطع محدد معلوم الطول، هذه طرق عادة كلاسيكال تراديشنال، طرق تقليدية، الطرق اللي أول ما بدت قياسات السرعة المكانية تم استخدامها، في لحظة أن الطرق الآن المستخدمة حاليا طرق ذات طبيعة تقنية تكنولوجيا تستخدم بها تكنولوجيا عالية. These classical methods involve computing the time required، الزمن اللازم
للمركبة to traverse لأي تقطع a short pre-major distance على 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 مقطع من الطريق مقاس سابقا. طبعا short ليش؟ باعتبار عمود أنا أقدر أحدد المركبة شو وقت دخلت المقطع شو وقت راح تخرج، فلازم يكون هذا المقطع قصير عمود أقدر أسيطر عليه. حسب التعريف اللي قلناه مدام عندي مسافة ثابتة وعندي زمن أقيس، إذا هذا راح تطلع لي SMS، النتائج راح تطلع لي من هذه الدراسة من هذا النوع من الطرق القياس العفوا راح تطلع لي Space Mean Speed. هاي الطرق تقسم إلى نوعين حسب شلون راح أقيس الزمن، إذا كنت راح أستخدم بالزمن بالستوب ووتش أو راح أستخدم جهاز آخر أو آلية أخرى لحساب الزمن. فإذا كنت راح أستخدم ستوب ووتش فإذا هنا أنا عندي طريقتين، الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية جدا اللي يمكن إنه أي شخص أي مجموعة أشخاص يسووها، إنه بالاعتماد على البيفمنت ماركينج كما موضح في هذا الشكل، إنه أجي أنا أحدد بداية ونهاية الطريق مالتي. طبعا البداية لازم أختار طول الطريق، طول المقطع مال الطريق اللي أحتاجه، جيت فرضا 40 متر 50 متر 60 متر قد أحتاج طول الطريق أني المناسب، ومن ثم أعلم بدأ هذا. طبعا الحكي هذا الشكل هو توب فيو دابا عن أني، فمن ثم أحدد بداية الطريق باستخدام البيفمنت ماركينج علامات مال تبيط، يا أما أحط عليه فت شريط على الطريق شريط مؤقت أو فت صبغ معين صبغ مؤقت، أو مجرد يأشر لي بداية الطريق ونهايته، وأظل أنا أوقف في على على في نهاية الطريق. الأوبزيرفر الشخص الأوبزيرفر يوقف في نهاية المقطع ومن ثم ينظر للسيارة اللي القادمة. من تدخل بداية الكورس هذا راح يضغط الستوب ووتش عمود يبدي يعد الزمن، ومن ثم تتحرك المركبة إلى أن توصل مقدمة المركبة لنهاية المقطع يضغط مرة ثانية الستوب ووتش. هذا الزمن هو الزمن اللي استغرقته هذه المركبة لعبور المقطع، وهكذا يختار مركبة ثانية وثالثة حسب العينة اللي هو يحتاجها. طبعا المسألة جدا بسيطة، بعض الأحيان انه نحتاج انه مثلا احاول اختار بداية المقطع ماتية مع عمود مال فرضا بوست، يعني فرضا مال ساين بوست، عمود مال علامة مرورية، او لام بوست عمود مال كهرباء عمود يسهل لي في تحديد بداية المقطع، أو شجرة مثلا موجودة. وأيضا لازم يكون الشخص الأوبزيرفر اللي يقيس لازم يكون على فد منطقة بحيث يسيطر، يعني زاوية النظر مالته تسيطر على هذا المقطع عمود يحدد بدقة قدر الإمكان إنه زمن البداية مال دخول المركبة للمقطع وزمن خروج المركبة أو وصول المركبة إلى نهاية المقطع. هذه هي الطريقة الأولى التقليدية لاستخدام pavement marking. This method involves the use of traverse pavement marking، استخدام علامات التبريط العرضية which are placed at each end of the course، ليتم وضعها على نهاية على كل نهاية من نهايات المقطع ماتي، مقطع الكورس يعني مقطع الطريق اللي راح اختاره. And the observer، والشخص القائم بالدراسة، starts and ends the stopwatch as the vehicle passed the marking. الأسلوب الآخر أنه كان سابقا تم استخدام، كانوا يستخدمون أيضا بعض المناطق بعض الدول تستخدم جهاز يعرف هذا الجهاز باسم الإنوسكوب. الإنوسكوب هو جهاز صاير على شكل حرف L بمجموعة مرايا بداخله بشكل موشور. هذا الجهاز ينصب على حافة الطريق كما واضح بهذا الشكل، شكل الأسفل هنا. الجهاز نعدي هذا مقطع من الطريق، هاي المركبة، أنا أيضا محدد بداية الكورس مالتي، بداية المقطع ونهايته محددة أني. فهنا أجي أنصب الإنوسكوب اللي هو هذا، أنصبه في بداية المقطع مالتي هذا بمجموعة من المرايا، بحيث من تمر مركبة على الطريق أمامه راح يطفى لمضة فلاش. أنا كأوبزيرفر شخص أوبزيرفر راح يكون هو هنا واقف وعينه باوع على الإنوسكوب، فمن يشوف فلاش راح يدوس الستوب ووتش مالته معناته المركبة مالته تعدت
بداية المقطع وينتظر إلى أن توصل المركبة إلى نهاية المقطع فيرجع يضغط الستوب ووتش، وهذا الزمن راح يظهر له هو الزمن اللي استغرقت هذه المركبة لعبور المقطع الدراسة، ويعيد هذه التجربة لحسب عدد العينة اللي يحتاجها. هذا يسمى بالأنوسكوب اللي هو عادة الآن نادر الاستخدام. This method was used in the past. It involves the use of an enoscope أو يسمى mirror box صندوق المرآة أو المرايا at one end or both ends. مرات يستخدمون صندوقين والأوبزيرفر يكون واقف بالمنتصف إذا كانت المسافة شوية كبيرة، بظل يباوع على الومضة مال هذا الصندوق ومن ثم على الومضة مال الصندوق الآخر. To facilitate reading the vehicle entrance and exit from the course. فائدة من الإنوسكوب أنه يسهل لي معرفة شو وقت المركبة دخلت المقطع وشو وقت راح تخرج من عنده. As the vehicle passes the enoscope, عندما تمر المركبة أمام الإنوسكوب, a flash will be visible. Flash في الومضة سوف تكون visible مرئية to the observer, and hence the stopwatch is started or stopped. واعتمادا على الفلاش رؤية الفلاش راح يبدي يدوس stopwatch عم يحسب الزمن المركبة. هذا فيما يخص أول حالتين باستخدام الستوبواتش لتحديد الزمن. عندي أسلوب آخر لاستخدام لتحديد زمن مرور المركبة على مقطع معين اللي درسناه بالحجوم المرورية مرينا عليه، إنه باستخدام البنيوماتيك تيوبز، باستخدام التيوبات المطاطية، أنابيب مطاطية، أنابيب هواء بهواء مضغوط كما واضح بهاي الصورة. هاي هنا مثل على هذا المقطع مال الطريق، عندي يحطون انبوبين عرضيين على عموديات على الطريق، المسافه بيناتهم محدده مسبقا، فلما تمر المركبه على هذني المسافه معلومه، كل ضغطه على احد الانابيب راح تؤدي الى يصير عندي امبلس فنبضه يسجلها، لان يعني هذا الانبوب في نهايته اكو ريكوردر، شوف الصوره الثانيه، في نهايه هذا الانبوب اكو ريكوردر هنا، فالريكوردر راح يسجل هذه الضغطه الاولى ومن ثم راح يسجل الضغطه الثانيه ويسجل الزمن مالتهن، ففرق الزمن راح يطلع لفه اللازمه لعبور هذين الانبوبين، الزمن عنده ومسافه عنده، نحسب بالتالي السرعه مالت المركبه وهكذا لعدد المركبات الباقية. إذن بالبنيوماتيك تيوبس the limit of the measured course حدود منطقة الدراسة أو مقطع الدراسة are defined by flexible rubber tubing أنابيب مطاطية مرنة بيكون مضغوطة بالهواء fastened to the pavement are مثبتة على التبليط and perpendicular to the path of vehicle travel تكون عمودية يعني على عرض التبليط عمودية على اتجاه حركة المركبات. A vehicle crossing the tube compresses لما المركبة تعبر على هذا الانبوب compresses راح تضغط the air in الهواء البي actuating هاش راح سنة actuating the recorder's air impulse switch ما راح تضغط على راح تحفز لي السويتش فد مفتاح داخل الريكوردر يسجل هنا يسجل انه اكو قراءة ويسجل الزمن مال هذه القراءة، بعدين من المركبة راح تعبر او تدوس على الانبوب الاخر ايضا راح يسجل زمن، الفرق بين الزمنين هو راح يكون الزمن اللي استغرقته هاي المركبة لعبور هذا المقطع من الطريق. طبعا مسافة على الزمن راح تطلع لي السرعة. هذا فيما يتعلق انه كيفية قياس المركبات باسلوب الـ SMS Space Mean Speed، معنى اخر عندي space محدد مقطع محدد من الطريق، كل اللي احتاجه اقيس زمن اللازم لعبور هذا المقطع ومن ثم مسافة على الزمن تطلع لي السرعة الـ Spot Speed او تحديدا الـ Space Mean Speed. خمسة اثنين النوع الآخر أو الآلية الأخرى في قياس السرعة المكانية هي باستخدام رادار ميترز، مقاييس الرادارية أو التي تعتمد الراديو ويفز الموجات الراديوية في القياس. هاي لعله احنا تكلمنا عليها بصورة
مختصرة سابقا في قياس الحجوم المرورية. يعني أغلب التقنيات التي تستخدم في قياس السرعة هي نفسها تستخدم في قياس الحجوم. الراديو ميترز باختصار هي مبدأ العمل مالتها يتم عن طريق تسليط أشعة أو موجات راديو ويفز، موجات راديوية على الجزء المتحرك. فهاي الموجات المنبعثة الترانسميتنج ذات تردد معين، ما راح تصطدم بهذا الجسم المتحرك، راح يتخلخل الفريكونسي مالتها، يتغير الفريكونسي مالتها، فمن راح ترجع على الجسم مرة أخرى، يعني الراجع الموجات الراجعة راح ترجع بتردد مختلف. الفرق بين هذه الترددين اكو جداول خاصة، هذا الفرق يكافئ يحول الى جد يعكس لي جد السرعة مال هذا الجسم المتحرك اللي هو في حالتنا انه المركبة. هذا هو المبدأ العام، ايضا يسمى مبدأ دوبلر. اذا الميثود based on radar meters، رادار اما يكون بشكل منصوب على جانب الطريق او بشكل على طول الطريق بس يعني منصوب بشكل ثابت، او اما يكون بشكل speed radar او speed gun محمول باليد كما واضح هنا بهالشكل هذا، او يكون محمول على مركبه، مثبت على مركبه لغرض قياس او سرعه المركبات المتحركه. طبعا اللي يكون ممسوك محمول باليد هاند هيلد يكون بشاشه تعرض مباشره تعرض سرعه المركبه. هاند هيلد اور فيهيكل ماونتد رادار ميترز ديفايسز، وسائل قياس تعتمد على الراديو رادار are used nowadays، هذه الطرق عادة الحديثة من الطرق الشائعة الحديثة تستخدم حاليا لقياس المركبات بصورة سرعة المركبات بصورة مباشرة. يعني هنا ما احتاج انه اعرف الزمن، لا مباشرة راح يعطيني سرعة المركبة، فبالتالي هاي السرعة راح تكون هي time mean speed. To measure speed directly they direct a radar or audio beam، توجه انه شعاع audio او radar شعاع صوتي او شعاع راديوي of a certain frequency بتردد معين at the moving vehicle. The reflected signal الإشارة الراجعة المنعكسة is shifted in frequency، تردده راح يتغير نتيجة ارتطامها بهذا الجسم المتحرك بالمركبة. And then the difference in frequency، هذا فرق بال frequency، الاختلاف الصار راح اقدر من عدة احدد سرعة الجسم المتحرك. هذا طبعا الكلام باختصار بدون الدخول في التفاصيل التقنية والفنية بالموضوع. هذني عندي الداتا شيت، البيان الورقة او استمارة البيانات الحقلية للأولى هنا للطريقة المستخدمة بالبيفمنت ماركينج. من عندي مقطع فاحتاج اسجل زمن ومسافة، فهنا فوق راح تمثل لي علامات تمثل لي عفوا معلومات الأساسية من ناحية اسم الطريق، بياء اتجاه، اتجاه الذهاب او الاياب، اسم الشخص القائم بالمسح، وقت بدء المسح، وقت نهايته، حالة الجو، وايضا قد السبيد ليميت، اذا عندي سبيد ليميت علامة تبين ايش قد الحد الاقصى المسموح به سبيد ليميت اسجله. راح تكون هنا هذا الداتا شيت مقسم الى اعمدة، العمود الاول هو السكند، انا احطه من البداية اختصارا للتسجيل. ففرضا اذا السيارة تحتاج لعبور المقطع يعني اللي محدده ايش قد تحتاج ثانية 1.2 1.4 1.6 من الثانية، سجلنا الحد 7 ثواني. العمود الاخر هو السرعة، ايضا انا راح اكون عندي معلومات باعتبار اني مسبقا اعرف طول المقطع مالتي، فعلى سبيل المثال هنا طول المقطع ماخذ 176 فيت، فمباشرة راح يقسم 176 حاصل قسمة هذا طول هذا المقطع بعد ما يحاوله بالمايل على الزمن، راح يطلع لي السرعة. فالسرعة لا فرضا المقطع عن قطعة المركبة في ثانية اللي كلش قليل، فمعتها راح تمشي بسرعة مقدارها 120 كيلومتر، اما اذا كان 1.2 فمعناتها راح تمشي بسرعة 100، وهكذا احط السرعة. من اجي الدقيس، اذن اول عمودين جاهزات انا اقدر اعرفهم، من اجي الدقيس فراح اقسم، راح اقيس مو بس سرعة المركبات، راح اقيس سرعة المركبات مع تصنيفين، فراح اقسم الحقول الى ثلاثة، انه باسنجر كار وباسز وتراك ومن ثم التوتال.
الباسنجر كار الريكوردز راح اسجل باسلوب التولي ماركس، باسلوب العلامات العموديه. فكل علامه عموديه معناتها مركبه. فاذا كانت فرضا مركبه عندي مره تحتاج 2.8 ثانيه، فاحط علامه عموديه هنا، شخطه عموديه. المركبه اللي وراها احتاجت فرضا 5 ثواني، احط قدام الحقل مال 5 ثواني احط شخطه، وهكذا. طبعا حسب نوع، حسب تصنيف المركبه. ومن ثم احول هذني التولي ماركس، هذني العلامات احولهن الى اعداد، احولهن الى اعداد، واخيرا اجمعها مع البقيه اطلع العدد الكلي. هاي صار عندي العدد الكلي لكل سرعه عدد المركبات هذني، ومن ثم اجي احللهن مثل ما راح نشوف لاحقا. هذا اذا كان عندي استخدم الاس ام اس، اسلوب اللي يحتاج بيه اقيس زمن وعندي مسافه. اما اذا استخدم جهاز يقيس لي سرعه مباشره مثل فرضا السبيد جان او السبيد رايدر، فهنا ما احتاج بعد مسافه وزمن مباشره، احط السرعه المتوقعه من اقل سرعه اللي فرضا هي 15 الى اعلى سرعه اللي هنا عندي 50 مايل بير اور، واقسم الورقه حسب انه باسنجر كار او فيهيكل او تراكس، عفوا، او باسز او تراكس. وايضا احط علامات العموديه تولي ماركس، ومن ثم احول هاي العلامات بعد ما اكمل تكمل عدي المسح احولها لارقام، ومن ثم اجمعها مع الباسز والتراكس، اجد المجموع العام لعدد المركبات المقابله لكل نوع من السرعه. الاسلوب الثالث او التقنية الثالثة لقياس سرع المركبات هو باستخدام الالكترونيك برينسيبل ديتكتورز، المكتشفات اللي تعتمد على تقنيات الالكترونية، يعني هندسة الالكترونيات. In this method the presence، وجود وعدم وجود مركبة، الفوليوم عدد المركبات وسرعة المركبات يمكن انه detected، تكتشف عن طريق هذا النوع من الأجهزة through electronic means، وسائل إلكترونية. The great advantage of this method، الفائدة العظمى من هذه الطريقة مقارنة مع تلك التي تستخدم road detectors is that it is not necessary to physically install the detector on the road. بهذه الطريقة ما أحتاج يعني أنصب ديتكتر على الطريق مثل التيوبس او غيرها، وانما لا، مجرد انه انصب كاميرا على مكان مرتفع بحيث تعطيني زاويه رؤيه جيده. A technology using electronic is video image processing. هاي ايضا نفس الشيء، نفس هاي الاليه تستخدم لحساب الحجوم المروريه مع اعداد المركبات. Video image processing. This system consists of an electronic camera، مكون من جزئين، كاميرا الكترونيه ومن بروسيسور and a microprocessor. الكاميرا، the electronic camera receives the images from the road، الكاميرا تستقبل لي الصور، والمايكروبروسيسور والمعالج الميكروي يقوم بتحليلها لمعرفة الأجسام الأوبجكتس اللي بيها. Determines the vehicle's presence or passage، يحدد لي ظهور المركبة أو مرورها، وبالتالي راح يقيس لي سرعتها. One of the such advanced system، أحد أمثلة هذه من أنظمة المتقدمة هو الأوتوسكوب، نوع من الكاميرات المتقدمة يسمى الأوتوسكوب. هذا اللي بالصورة عندي، هذا الأوتوسكوب أو هذا أيضا الأوتوسكوب. هذا كل ما كان من نبذة مختصرة عن الطرق المستخدمة لإجراء دراسات السرعة المكانية.